تفسري بإيه يعني إذا كان والدك راضي عنك هجوم عمتك عليك الفترة اللي فاتت بشكل كبير في الصحافة؟ مش عمتي، عمتي أخت بهيبة بتهجم علي، مش مظبوط الحكي. قريتي دي؟ ادعت إنها خالتي. خالتك؟ لا ما بعرفها. عمتي عماتي بحبوني كتير. مش قريتك اللي ادعت عليك؟ ما بعرفها. واثقة في رضا ربنا عليكي؟ كتر خير الله علاقتي، كتر خير الله. لا أنت ولا أنا بنعرف. لا أنت إحساسك إيه؟ قمة النشوة بعلاقتي الحميمة بديني، وهذه علاقة كتير 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 خاصة ممنوع حدا يخترقها أو يسألني عنها. تدي نفسك كام من 20 في تحقيق الذات وثقة النفس في حياتك؟ تحقيق الثقة في حياتك؟ رح ما شاء الله واثقة، أنا شايفك واثقة عن نفسك. كتر خير الله. يا الله، لا ناس حتقول عني ايه الثقه الزايده. ما ادينا بقى رقم ضعيف عشان تقول لك شو. لاقول لك شغلي عن جد مهم كتير. انا ما بعتبر حالي فيلسوفة عصري وانا انا بقدر افرض على الناس اراء، لا انا بعتبر حالي دائما متلقي متلقي متلقي، وانا راضي عن هالشيء. ما يعني انا ما اعرفش اقول حد يقول لي اعملي كذا اقول له لا ما انا عارفه، لا انا ما بقى اذا ما بعرف بقول ما بعرف. هيدا عاطيني قناعه بحالي وعندي استعداد لكون احسن بعدين، فمش هيك انا سعيده. كام من 20 يعني؟ يا الله. شو السؤال؟ تدي نفسك كام من 20؟ على ايه؟ تحقيق الثقه بالنفس. 18، عجبك كده؟ كويس قوي 18. انا موافق 18. خليت لك 2. لا كويس يعني 10. وصلنا للمستوى الخامس، تحقيق الذات. نجاحك صدفه ولا ذكاء؟ ابتدى صدفه والذكاء كمله. صراحه. لانه ما كنت بعرف شو مخبالي القدر والنصيب من ناحيه شغلي. انا بلشت الغنى عم بتسلى. التمثيل حسسك مجرد انها كانت تجربه؟ التمثيل ولا حاجه اديتك انطباع انك انت بتثبتي نفسك اكتر؟ التمثيل كان بمرحله متقدمه كتير عن الغنى، لانه انا بلشت غنى من خربشه، ولكن بالتمثيل دخلت مسكن وجوميتي، ولكن ما دخلتش فيها على الفيلم، حطيتها برا عن جد، ودخلت الميزه على فيلم دكان شحاته. يعني صوتك احلى ولا تمثيلك احلى؟ يا الله على هلا، انت بقى لي ساعه بتكلم، ايه رايك بصوتي؟ لا انا لا. شوف اذا انا بدي قارن اقول لك رايي؟ انا عجبني تمثيلك. ميرسي، ووصلني رايك من كذا محل، هذا الشيء انا بعتبره يعني شطاره مني. امتى بطلي غنى؟ ليه بس؟ يعني اكيد حاطة خطة في ذهنك يعني فترة معينة في سن معين. انا بحب وبحترم وبحب الفترة اللي تركت فيها سيدة هند رستم، بعز جمالها، بس كانت ممثلة قدوتك مدام هند رستم. طبعا. ومين تاني غير مدام هند رستم؟ اليزابيث تايلر. ومين تاني؟ لانه انا بحب السينما القديمة كتير، النوستالجيا وريحة الحاجات العتيقة، انا من النوع اللي بحب الفينتج. صوفيا لورين؟ صوفيا لورين طبعا، لانه فيها شبه من ماما. بحبها كثير، وهي جمالها فيه هيك عنفوان، المراه حلوه كثير. بالسينما العربيه بحب خف الدم الراحله سعاد حسني، شريهان قال لك ايه. ومن السينما المعاصره بحب منى شلبي كثير، سيده يسرى. في كثير ممثلات يعني لما كنت موديل اعلانات وبعدين عملتي كليبات، هل حسيتي بتحقيق ذاتك زي ما حققتيها النهارده لما بقيتي مطربه معروفه؟ لا، لانه كنت مكسوفه وكنت بتطقس على الفن كده، مش عارفه حالي بدي اعمل شيء. انا عم غني هيك خلص غنيه، ولا بفكر حتى ان انا اقرب من اي فنان كان بيغني يعني، لانه كل اللي كانوا عم بيغنوا على الساحه هن اساسا متخرجين معاهد سجل فن وهيك عم بغنوا بلبنان. عم بحكي جيت انا من مجال الموديلينج وملكات الجمال وما بعرف شو، فجأة عملت غنية. بعدين لقيت انه انا عم بمضي مع شركة كبيرة مثل روتانا، وبعدين لقيت تشجيع انه انا بدل اغنية عملت البوم. وبعدين اول مهرجان طلعت فيه لقيت 20,000 بالمهرجان بأرطبة ببيروت بدهور الشوي. حسيت انه اتخضيت. بعدين طبعا يقابل هذا كله هجوم من كل اللي كانوا ضد، يلي هما دلوقتي بزقفوا لي لاني طورت حالي ولاني نجحت باجتهادي انا، ما حدا اخترعني.
ايه الحاجه اللي انت حاسه انك انت لسه ما حققتيهاش؟ عايزه شخصي بناء عائله، انه انا واحمد نبقى ثلاثه في البيت، لانه احنا كنا مقررين انه اول سنه نكون اثنين لحالنا، وهلا خلص قررنا انه نكون اكثر من شخصين بالبيت ان شاء الله اذا الله راد، وانه انا واحمد نكمل عمرنا مع بعض لغايه ما نكبر كثير كثير. لانه انا لما بشوف كابلز قاعدين مع بعض كثير كبار بالعمر بكونوا مسافرين بيوروب مثلا، بقول شو حلوين، اكيد صار لهم كثير مع بعض، وانا بحب هيك، بحب اكون مع نفس الانسان لاخر العمر ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله. على صعيد شغلي بحب اتطور كثير، كان بعالم الغناء او بعالم التمثيل، حتى بحب فوت على معهد التمثيل مثلا، اكتشف اكثر هالعالم اللي بالنسبه لإلي عم بكتشفه جديد، واللي النقاد شافوا فيه موهبه ما تتسابش. يعني تدي نفسك كام من 20 في تحقيق الذات؟ 15 من 20. طيب هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني عشان نشوف هيفاء وهبي ادت نفسها كام في الخمس مستويات ونعرض عليها الصفقه. رجعنا تاني، انا هيفاء وهبي. هيفاء ادت نفسها في تحقيق الاحتياجات الاساسيه 20 من 20، وفي تحقيق الشعور بالامان 11 من 20، وفي تحقيق الحب 20 من 20، وفي تحقيق الثقه بالنفس 18 من 20، وتحقيق الذات 15 من 20. مظبوط؟ مظبوط. هعرض عليك الصفقه، هل عندك استعداد؟ انا قللت الامان ليه 11؟ اكيد ما كنت منتبهه، كنت سرحانه في حاجه. انت قلتي 11. هخليها كام طيب؟ هقول لك حاجه، هعرض عليك صفقه دلوقتي، الصفقه دي لو في رقم عندك قليل شويه ممكن ترفعيه من خلال مستوى تاني واحده فيه نمره عاليه، هل عندك استعداد؟ نرفع حاجه من حاجه؟ صراحة أنا بحب أقبل الأمور مثل ما أنا قررتها. الأمان نزوده شوية الأمان؟ ما أنا غلطت في الأمان، بس ما بحبش أزوده على حساب حاجة تانية. الأمان النوم، طب بتحبي تزودي النوم بدل 10 ساعات تنامي 12 ساعة؟ شو؟ لا، هاخد من النوم وأحطه في الأمان. طيب عشان أنام وأنا مطمنة. خلاص يعني أنت عندك استعداد تنزل أشيل من النوم شوية؟ تشيلي من النوم شوية، يعني تاخدي في النوم 20 من 20. كتير، لا نديله النوم 16 وناخد 4 ونحطهم على 11 بصيروا 15. يبقوا 15. طيب السؤال الأخير ليكي، يا ريتك جبت شي دكتور هون هو يعطيني علامات عالية. والله أنت مش محتاجة دكتور، أنت دكتورة نفسك على فكرة. السؤال الأخير ليكي، أنت مين؟ هقوم على الكمبيوتر وتكتب لنا مين هي هيفاء وهبي، أوكي؟ اتفضلي. ممكن تقراها لي؟ أنا هيفاء الإنسانة أولا وأخيرا، أتمنى السلم والسلام، وأحب أن لا أرى دمعة أو حزن في عيون أي طفل أو مسن. صوت شيرين عبد الوهاب أحلى من صوتي، جزء من بعدي عن الغرور هو مصدر لثقتي بنفسي. أنا بلشت الغنى عم بتسلى، قمة النشوة بعلاقتي الحميمة بديني. أنا على بالي على بالي، أنا على بالي أرقص جنبك حبيبي أنت يا غالي، أنا حبي غالي على قلبك على قلبك. أنا هيفا إنسانة أولا وأخيرا، بتمنى السلم والسلام، بتمنى ما أشوف ولا دمعة ولا حزن بعيون ولا طفل ولا مسن.